بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. أبنائي وبناتي طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي، أهلا بكم وسهلا مع درس جديد من دروس التربية الدينية الإسلامية. ودرسنا اليوم بعنوان العمرة. والعمرة هناك فارق بينها وبين الحج، فالعمرة سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي سنة مؤكدة. أيضا في العمر مرة واحدة، يعني من أراد أن يؤدي العمرة فليؤديها مرة، من استطاع أن يؤديها مرات فبها ونعمة، أما هي مرة واحدة في العمر. والعمرة شباب بنفس معنى الحج، أي التوجه إلى مكة وزيارة الكعبة، تمام، والتعبد هناك في الحرم المكي الشريف وزيارة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني عندما قلنا أن العمرة مرة واحدة، يجوز للمرء أن يعتمر مرة واحدة ويجوز أن يعتمر كل عام. والحج أيضا كما قلنا من قبل مرة واحدة في العام إن استطعت إليه سبيلا. العمرة في رمضان نبه النبي عليه الصلاة والسلام على فضلها، وقال أن عمرة رمضان تعدل ثواب حجة كاملة، وهذا يدل على أن العمرة في شهر رمضان لها فضل عظيم كغيره أو على غيره من الأيام السابقة. قال صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار: إذا كان رمضان اعتمر فيه فإن عمرة رمضان تقضي حجة معه. العمرة شباب غير الحج، الحج له أشهر معلومات، أما العمرة فلا ميقات زمنية لها، أي يوم من أيام السنة يمكن أن تؤدي فيه مناسك العمرة. تذهب إلى مكان قرب مكة يسمى التنعيم، هناك تتخلل أو تحرم بمعنى صح، وتعود إلى مكة وتؤدي مناسك العمرة. والعمرة مناسكها ثلاثة: الإحرام، وذكرناه منذ قليل بنفس إحرام الحج تماما، الطواف والسعي. العمرة لا طواف إفاضة فيها ولا وقوف بعرفة، لها ركنان أساسيان: الطواف والسعي بين الصفا والمروة فقط. والإحرام كما قلنا من قبل أن يحرم المعتمر كما يحرم للحج تماما، مع مراعاة واجبات الإحرام ومحظورات الإحرام. الطواف كما قلنا من قبل، يدخل إلى مكة يستقبل الكعبة ويجعل الكعبة على يساره ويطوف حول الكعبة سبعة أشواط ملبيا أو داعيا كيفما شاء، ويسرع في الأشواط الثلاثة الأولى ويتمهل في الأشواط الأخرى. ثم بعد طوافه يسعى بين الصفا والمروة، كما قلنا أيضا في الحج يبدأ بالصفا ثم ينزل من على الصفا ويذهب إلى جبل المروة وهكذا. وعليه بعد أن يتم عمرته أن يحلق شعره أو يقصره، وهذا كنوع من أنواع التحلل من الإحرام. هناك أوجه تتفق فيها أو يتفق فيها الحج مع العمرة، يتفقان في الإحرام والطواف والسعي بين الصفا والمروة والحلق أو التقصير. هذه الأمور متشابهة، موجودة في الحج وموجودة في العمرة معه، ومختلفان أن العمرة سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما الحج فرض. العمرة لا وقت لها، تؤدى في أي وقت من أوقات السنة، أما الحج فله أوقات معلومات أشهر معلومات. ليس من أعمال العمرة الوقوف بعرفة، والوقوف بعرفة ركن من أركان الحج الأساسية. ليس من أعمال العمرة طواف القدوم أو طواف الوداع، هو طواف واحد فقط. طبعا الحج والعمرة شباب لهم فضائل عظيمة، فهما يعطيان العبد ثوابا كبيرا وحسنات لا حصر لها ولا عدد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى هذا البيت يقصد الكعبة المشرفة فلن يرفث ولم يفسق، أي لم يرتكب ذنبا أو إثما، رجع كيوم ولدته أمه، أي خاليا من الذنوب ومن المعاصي، سجل أعماله نظيف خاليا تماما. وروي عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. أي العمرة إن أديتها في عام ثم أديت العمرة في العام القادم، ما بين العمرتين يكفر الله لك ذنبك، والحج المبرور إن لم ترفث ولم تفسق فيه فلا جزاء له عند الله إلا الجنة. هذا الفارق بين الحج والعمرة، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.